السلام عليكم، أنا مهندس علي سعد عبد الوهاب، أستاذ إدارة العمارة العربية الإسلامي في جامعة المثنى قسم العمارة. هاي المحاضرة الثالثة لدرس العمارة العربية الإسلامية. بسم الله. المحاضرة السابقة تكلمنا عن جامع سوسة اللي وصفنا تفاصيله بالكامل. هاي هي الرسوم نقلا عن كريسوال في وصف الجامع بممر محيطي للصحن وببرج دفاعيات، أو يقال إن واحدة من أذن المنارة أو اثنيات المنارة، ما ظهر بالصورة إن أحدهن كان أثر لمنارة والثاني برج دفاعي، والباقي هو مكان الصلاة للمصلين، اللي هو مثقف بأعمدة وأقواس وعقود. جامع قرطبة اللي هو أشرنا إلى اللي انبنى في إسبانيا، وصفه كان في بداية ما التخطيط الأول بصحن كبير ومنارة فردية وبمنطقة مغطاة من جهة واحدة لغرض الصلاة، ثم تطور في المرحلة إلى امتداد أو امتداد أكبر، اللي هو صار امتداد على المستويين الأفقي والعمودي على الطول والعرض، أضاف جزء آخر خلفي لمكان الصلاة، ثم أضاف جزء جانبي لامتداد الصحن بشكل أكبر بشكل عرضي. صار منطقة الصلاة أعرض وصار منطقة الصحن أعرض. بالتخطيط الثالث تم إضافة أجزاء أخرى، أو بالواقع الصورة عن الثالثة هي مقلوبة عن الصورة الثانية، يعني بس مجرد تنقلب نفس المحور. تم إضافة برج الساعة إلى المنطقة الشمالية بنحو المنطقة الجنوبية حاليا، ثم إضافة منطقة للكنيسة داخل الجامع بحد ذاته. الإسبان ما أقل من يكون مكان صلاة بعد ما أنهوا السلطة الإسلامية في داخل إسبانيا، داخل قرطبة والأندلس. من لم يرق لهم أن يبقى الجامع جامعا فحولوه إلى كنيسة، الآن هو صار متحف. جامع قرطبة من الداخل يتبين به شيئين مهمين جدا، اللي هو القوس النص دائري أو يدعى بحدوة الحصان الثلاثي، بثلاث دوائر تمشي بمحور متعامد مع بعضها على خط مقوس، لتبين قوس في ثلاث دوائر. بالغالب كان هذا هو ميزة العمارة الإسلامية. إحنا كنا نشيلنا بالمحاضرة السابقة إلى أنه أكو ميزة بالعمارة الإسلامية بالأندلس لاستعمال الألوان الفاتحة والغامقة، ثم استعمال بالصحن هاي الأعمدة اللي تتعاقد فيها العقود أو تعامل فيها العقود بالنحو بالطول والعرض باتجاه المحورين السين والصاد لتكون عقود أحيانا تجتمع حول محور واحد لتكون شيء يشبه ما هو يمكن أن يكون دعامة لتكوين كسقف، ولكن هو ليس قبة فقط تشكيل داخلي. المحراب أيضا يتبين فيه هذا هو الشكل النصف أو القطاع الدائري اللي هو شكل حدوة الحصان. جامع قرطبة أيضا مثل ما تلاحظون يعني العقود به المطلعة الداخل تميز أيضا المقرنصات اللي ذاك الجزء الأعلى اللي يتعامد فيه حتى يكون مكان متكئ لقبة ومكان متكئ لسقف أقوى ويكون دعامة. هنا نسوي مقرنص، المقرنص هنا أخذ شكل الدوائر الثلاثة. الأقواس الكبيرة العالية الضخمة بينه اللي تشوفوه. المهم الموضوع انه الطابع الاموي لسه موجود
بعمارة الأندلس اللي هي الأقواس الكبرى، ثم أضيفت أجزاء ما بينها اللي هي عبارة عن دوائر ثلاثة لتكون عقد حدوة الحصان أو القوس حدوة الحصان الثلاثي. بالأندلس كان النتاج الإسلامي للأعمدة بشيء يشبه هذا القبيل، يعني هم كان أكو نفس التكوين، لكن هذا تم تطويره من عمارة الأمويين أساسا، هي عمارة نباتية يعني بها التشكيل النباتي بشكل كبير، لذلك تم التركيز على هذا الموضوع والتطوير بشكل مستمر. هذا العمود الكورنثي اللي أخذوه الأمويين البيزنطيين تم إرجاع من جديد إلى هنا وإعادة صياغته، بس هو بقى بشكل مقارب إليه. يتميز العصر الوسيط من العمارة الإسلامية، إحنا دخلنا بالعصر الوسيط للعمارة الإسلامية اللي تتراوح بين القرن الرابع والتاسع هجري إلى العصر الخامس عشر هجري. يتميز إنه بوقوع أحداث مهمة في غرب ووسط وشرق العالم الإسلامي. الأندلس هنا انقسمت إلى دويلات ومقاطعات عدة حكمتها أسر مختلفة وشبه مستقلة عرفت بملوك الطوائف، وتولى أمر بعضها ولاة من قبل المرابطين الذين أسسوا دولة لهم في شمال أفريقيا والأندلس. الآثار المعمارية لملوك الطوائف ما وصلنا هنا الكبير إلا القليل، ولكن التضاؤل قوتهم الاقتصادية والسياسية، النزاعات والحروب، قصر فترة حكومهم، هذا أضعف نشاطهم المعماري. هذا يتبين إذا قارنا مع العهد العباسي، العصر العباسي لما استقرت الدولة بدأت تنتج عمارة. إذا العمارة دائما تنتج أو تأتي من الاستقرار السياسي. أهم شيء من هذا الموضوع كليته هو أنه ضاع أكثر المتبقي من عمارة دولة ملوك الطوائف أثناء صلب يعني استيلاء الإسبان على الأندلس. وبعد هذا التخريب اللي أحدثه كان كبير، ومعظم ما بقى أو ما أبقى لعمارة المسلمين من مساج الشيء يذكر، وما بقي منها تحول إلى كنائس، قطاعات منها تحولت إلى قلاع وأسوار أو تحصينات وبقايا نحن قصور ومساجد. من الآثار الثمينة الباقية أجزاء من قصر الجعفرية الذي تمثل في قمة النضج وظواهر التشابك والتقاطع المفصصات، ومنها تحصينات مدينة طليطلة، ومنها باب الشقر القديم، ثم قصبة ملقة وقصبة المربى، ومنها مسجد حول إلى كنيسة معروفة باسم كريتو دي لالوث. كما بقيت عدة حمامات عامة، حمام عشار الصغير ناطح، حمام اليهود في بطة بازة، وتشبه الحمامات الباقية في مصر من حيث من العصر العثماني. من هذا التراث الثمين أيضا مئذنة الجيرالدا الشهيرة، وشيدت لجامع إشبيلية ولكنها حولت إلى برج هي مئذنة الجيلاردا أساسا هي مئذنة جامع إشبيلية. تم هدم الجامع وتحويلها إلى برج لأجراس الكاتدرائية اللي شد مكانها بعد هدمها، يعني هو تم هدم المأذنة وتحويل بقاياها إلى برج ساعة، وعيد بناء الجزء العلوي من المأذنة على طراز النهضة أو طراز عصر النهضة الأوروبي لتكون برج ساعة للكنيسة. المهم بقي عدد من لا بأس منه الأجزاء الأصلية من عدة مساجد في شمال أفريقيا تؤرخ في وقت العصر في وقت معاصر لفترة ملوك الطوائف، وترجع إلى عصر المرابطين ثم الموحدين، ومنها جامع ومأذنة صفاقس وجامع ومأذنة القرويين بثاس. ومن أهم ما بقي في أقطار شمال أفريقيا جامعان في مراكش، أحدهما جامع الكتيبة ومئذنته وجامع القصبة ومئذنته. تتميز المئذنتان بأنهما من الأمثلة القليلة التي استلمت نهاياتها العليا من الخراب، بقيت فيهما الجواسق العليا كاملة
يعني مكانات الأذان فوق، بينما طاح الكثير من تلك الأطراف في شمال أفريقيا والأندلس. يعني دمر، تم تدميره، فعل الإنسان، العوامل الطبيعية، هواية أمور. اللي يتضح من عمارة باقية في شمال أفريقيا والأندلس الطابع المحلي الخاص اللي يميز هاي المنطقة من العالم العربي الإسلامي. وذلك بسبب عدد، لأنه لما رجعت النفوذ بعدها، وذلك بسبب بعدها عن نفوذ ما حدث في التطورات في الشرق الإسلامي، ما عوق أساليب سامراء. أساليب سامراء اللي إحنا شارنا إلها تأثر بها أحمد بن طولون، ما وصلت للمغرب العربي، بسببهم أساسا كانوا ضد السلطة الأموية، ضد السلطة العباسية، السلطة الشرق بشكل عام. لذلك رفضوا هاي التقاليد أو هاي طريقة العمارة، جذبوا الخطوط العريضة، لكن الطابع الخاص أخذوا بماتيريال موجود عندهم كمواد وبناء وأسلوب. يعني ما وصل إلا أسلوب سامراء إلا على هيئة الوذائد، لم يبقى منه سوى الزخارف المحفورة في الخشب. هسه حنكمل شمع كلمة حجاب. المهم انه هذا هو قصر الجعفرية بالأندلس، هذا هو شكله. لو تلاحظ هسه القوس صار ب 1 2 3 4 5 6 7، 7 دوائر، بنفس القوس الدائري الأموي. هاي الصورة هي لكنيسة كريتو أو كريستو، الكلمة مو واضحة بالمناسبة لا بالكتاب ولا بالمصادر، لكن على أكثر هي كريتو أو كريستو دي لالولف، اللي نقلت عن مورينو. هاي هو شكل الكنيسة اللي بالأصل كانت جامع، لكن كان صغير، حجمه صغير ومكانه كان في وسط البيوت. المهم نكمل العبارة، اللي هي مقصورة في جامع القيروان. وهذا الحجاب في عصر بني زيري الذين خلفوا الفاطميين بعد قيام دولتهم في مصر، عاصر فترة حكم ملوك الطوائف في الأندلس وقيام دولة المرابطين ثم الموحدين في المغرب الأوسط والمغرب الأقصى، قيام دولة الفاطمية في الأفريقية، وساعدهم على ذلك ضعف الخلافة العباسية من ناحية، ثم وجود العوائق الجغرافية التي حالت دون قيام العباسيين باستعادة مكان يخسروه من تستقطع أو تستقيل عنهم. المهم وكان من أهم العوائق قوة الصحراء الغربية من إقليم مصر والطبيعة الجرداء لإقليم برقة وليبيا، التي لم تكن تساعد وحتى ظهور البترول فيها على قيام ازدهار إحدى الحلقات ذات الشأن في سلسلة تطور العمارة الإسلامية. العباسيين ما قدروا يخترقون الصحراء بسبب منيعة، يعني فاقد أي عنصر من عناصر الحياة، ما حمى مستعد يهيم بالصحراء حتى يلقي دولة أو ماء أو بحارة وبنفس الوقت ما كانوا قادرين العباسيين يعني يستعيدوا ما كانوا يخسروه من دول استقلت عن البلاد، وبنفس الوقت ما كانوا قادرين يستقلون يرجعون المدن اللي كانت تروح نحو الحكم الفاطمي في أفريقيا. من الجدير بالذكر أن يبقى آثار الفاطميين المعمارية في أفريقيا إلا النادر منها. هذا يعود يا سلمي، أول شيء الفاطمي لم يعني ما كانوا يعني محببين عند الناس بشكل عام. الفاطميين كانوا عناصر دخيلة على عمارة المسلمين، أو كانت سلطة دخيلة على عمارة المسلمين، ادعوا بشيء لم يملكوه، أخذوا عمارة الأمويين وجزء عمارة العباسيين، بعدين قالوا هاي عمارتنا، اعتمدوا البذخ التام على أبنيتهم، في حين الأبنية العامة والأبنية الخدمية لم يهتموا فيها، لذلك كانوا مكروهين بشكل جدا قوي. طبعا هذا الواقع اللي انتهت فيه عمارة العباسية والأموية والعثمانية وغيرها من العمارة اللي كانت تمثل العرب أو المسلمين أو الاثنين مع بعض. لكن الفاطميين حازوا لقب الريادة في أنه بدأوا بهذا الشيء وانتهوا بهذا الشيء، اللي هو الكره الشديد من الناس تجاههم. من الجدير بالذكر أنه لم يبقى في آثار الفاطميين
إنها إلا نادر قليل من بقايا جامع مدينة المهدي التي شيدوها لتكون حاضرة لهم، وبقايا جدران في مينائها، بينما تركوا بصمات واضحة صريحة في الجزيرة الصقلية التي احتلوها فترة تقرب من قرنين، وتتمثل في العمائر التي هذا واحد من بقايا عمارة الأندلس لفترة الأمويين اللي هي بازة أو حمام الجودرية، مثل ما تلاحظون القبة الكبرى لمكان الاجتماع الغسل ومكان الحوض مال الغسل. نلاحظ أنه ذاك الشكل اللي بالبداية في أقصى اليسار من الصورة هو شكل المثلث اللي يشير إلى القطع الدائري، اللي يشير إلى أنه لسه الأندلسيين أو لسه فترة الأمويين الثانية كانت تستعمل بعض مفردات عمارة البيزنطيين الطورات اللي هي هذا القور السقف المثلث. اللي هو أساسا كان موجود من العمل الرومانية، هذا طبعا نقلا عن مورينو. زالت كما العبارة زالت قائم كلها أو بعضها، ومنها قصر العزيزية لا زيزيا في باليرمو، كنيسة الكابيليا البالاثينيا في باليرمو، كنيسة الجامعة في مونريالي، ولم تقر ولم تقوى العوائق التي أشرنا إليها على نشان إليها على الصمود طويلا أمام اللهثة الملحة التي حدثت بالفاطميين على الاستيلاء ب 359 هجرية 969 ميلادية على مصر ذات الموقع الممتاز. النتيجة هم الفاطميين احتلالهم أو بدأوا سلطتهم من أفريقيا واتجهوا نحو مصر. مصر كانت خياراتها عظيمة عظيمة وحاضرة وتحت أنظار العالم من فترات طويلة. إنه دائما محاطة بالقلاقل والهزات السياسية والعسكرية. ما كادت الأمور تستقر للفاطمي في مصر بعد الفتح، حتى أخذ المعماريون الفنانون إضافة حلقات أخرى إلى سلسلة تطور حضارة في العالم الإسلامي. Make no mistake يا طلاب العمارة الإسلامية، في فترة الفاطمي كان أكو تطور للعمارة الإسلامية، لكن هل كانوا هم يحاولون قدر الإمكان بيان وجودهم بدون بيان وجود أصولهم الحقيقية؟ لكن كانت معظم عمارتهم عبارة عن نقل أو تطوير أو هجين من عمار العباسيين والأمويين وغيرهم. المهم إحنا دائما متفقين أن المعماريين أو العماريين أو الفنائين ينشرون عمارتهم في أي مكان يسمح لهم ذلك، والفاطميين لم يكونوا استثناء طبعا. أخذ المعماريين الفنانين إضافة حلقة أخرى بوجه عام في العالم العربي الإسلامي ومصر بشكل خاص، ملتقطين أطراف الحلقة المعمارية السابقة أي الطولونية أو السامرية الأصل، يعني رجعوا لأصول العمارة الأموية التي أخذت من البيزنطيين ما أخذت لعدائهم العباسيين من يأخذ منها شيء أو يقال أنه يأخذ بشيء. أكو آثار دلائل تشير أن أخذوا الشيء الكبير لكنه ما أخذوا الشيء الأساسي اللي هو القوس. المهم أنه من الطبيعي أن يضاف إلى ذلك بعض ما وفد من القادمين إفريقيا من جند وقبائل وعناصر وتقاليد، وهذا أكو شرح له في كتاب العمارة العربية في مصر الإسلامية، وهذا خاص في العصر الفاطمي وصادر في القاهرة. طبعا هذا تفاصيل العمارة الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها لمؤلف مصري معروف، أترككم أنتم تبحثون عنه، كتاب جدا مشهور ومعتمد أساس يعتبر كثير من أقسام العمارة في العالم العربي. هذا صورة لباليرمو كنيسة الكابيلا بلاثانيا. ساعد الفاطميين على فتح مصر وازدهار خلافتهم والضعف الكبير إذا صار الخلافة العباسية، وهذا اللي أشرنا إليه. أيضا مهد هذا الضعف إلى ظهور دويلات
التحديد في منطقة العربي الشرقية، وكما حدث في منطقتي الوسطى والغربية. من حسن الحظ أنه بقى الكثير من عمارة المعمارية من العصر الفاطمي في مصر وأرخت في القرنين اللذان استغرقهما حكم الفاطميين، وذلك بسبب نجاة مصر من تلاحق الحملات الصليبية، ما طبولها الصليبية، ثم نجاتهم من غزاة المغول المدمرة اللي وقفوا بها المصريين في أيام حكم المماليك في معركة عظيمة ضد المغول ودحروهم. المهم أنه الآثار بين يعني أكثر الآثار الفاطمية والطولونية من الشام اختفت بسبب الحروب الصليبية. ما بقى من أعمار الفاطميين بوجه خاص، وبوجه خاص من قلعة الفاطميين التي أنشأها جوهر السطلمي بمجرد وصولها إلى الفسطاط العاصمة اللي هي سماها بالقاهرة، فهو نادر قليل إذا اختفت معالم أسوارها كلها، لولا أن وفقنا إلى العثور على قطع منها في ناحية الدراسة في حوالي 1957، وتم نشر مقال في ذلك في مصر تقريبا في ذلك السنين يعني 58 59 60. غير أن أحد المسؤولين لم يهتم بهذا الأمر، ومن يهتموا أيضا يعني شيء على عمارة الفاطميين. عمارة الفاطميين خارج حدود مصر تعد لغز، داخل مصر معروف، لذلك اللي مو مصري ما يعرف عن عمارة الفاطمية شيء، لكن اللي هو مصري أو اللي ساكن بمصر راح يعرف العمارة الفاطمية كل زين، وبها واي من التفاصيل اللي تجمع نوعا ما العمارة العباسية والأموية مع بعض، لكن دائما يظهر الأثر السامري وأثر المتوكل في نفس أحمد بن طولون اللي يسمي الأثر السامري، يظهر أثر أكبر من العمارة الأموية. هذا يظهر واضح في باليرمو في كنيسة مونريالي، اللي هو واضح من الأقواس إذا تلاحظوها دائما مدببة، الشكل الجوسق الخاقاني أو شكل التكوين النباتي أو اللي يتطور إلى تكوين هندسي بعدين. واي من المشهد هنا يشير إلى عمارة العباسيين بشكل أو بآخر، لكن بشكل أنيق وفصيح. هذا شكل جامع الأزهر بمسقط الأصلي نقلا عن كتاب الشافعي. مثل ما يلاحظ هو يشبه بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالتكوين بعد ما تحول إلى جامع. أيضا المحيط هو ممر وطور بعدين مكان صلاة، بينما المكان الأساسي هو مكان ظلة، هي كلها مكان ظلة إلا الصحن الأساسي. تعددت الأبواب، المهم أن المركز يشير المدخل الرئيسي يشير إلى مكان المحراب الرئيسي. عندنا منارتين أساسية، ثم أضيفت منارة ثالثة للإشارة إلى مكان الصلاة، ثم القبة التي تغطي مكان الصلاة أيضا. وهو هذا شكل الواجهة الداخلية نقلا عن كريسول للمنظر. يعني نلاحظ دائما أنه العمارة العباسية كان القوس المدبب الثلاثي، لكن عمارة الفاطمية تتطور إلى قوس خماسي اللي هو بيكون ضلعين بمستقيمة، ثم تنتهي بطرف مدور لتنزل بشكل مستقيمين إلى عامودين على الأرض. هاي الصورة أيضا الزخارف الجدارية في جامع الأزهر، تأثير واضح للعمارة النباتية هنا اللي هو الجزء احنا قلنا الفاطميين ميكس بين العمارة العباسية والأموية. هنا يظهر أنه التأثير النباتي موجود. الآثار المعمارية اللي نبه لوجودها قامت حتى يعني واضحة، هي حتى قامت مشروعات بناء مساكن ذوي الدخل المحدود في تلك الجهة. كشفت هذه الأعمال التمهيدية لتنفيذها عن باب مشيد بالحجر نص باسم بدر الجمال الذي شيده ذلك القطاع الذي شيده وشقه في جدار السور اللبن الذي تم كشف عنه. بقايا من السور الموجود لا تقل عن 100 في من الواجهة الأثرية، ومن
وجهة تاريخ العمارة الإسلامية، هذا اللي هو الطامع هسه. ذلك القطاع ما يستحقه من عناية ودراسة في وقت ما يكون قريب. جامع الأزهر الذائع الصيت بقى بعض يعني من جدرانه وبائكات وزخارف جصية، يرجع أول بناء إلى تاريخ الفتح الفاطمي مباشرة. بقي أيضا من النصف الأول من حكم الفاطميين لمصر قطاعات متكاملة، جامع الأنور المعروف بجامع الحاكم بأمر الله، وعلى عكس ما ظنه الناس أن القصر الغربي الصغير بناه العزيز بالله لابنته ست الملك وأخت الحاكم بأمر الله، قد بقي منه جزء يعني ليس بالقليل، غير أنه لا يتضح في سهولة. إذا أدخله المنصور قلاوون ضمن بناء المارستان الذي أضاف إليه مدرسته وضريحه في حي النحاسي بالقاهرة الفاطمية. المنصور قلاوون هو حاكم من حكام الفترة اللي إجت بعد الفاطمية، الفترة الأيوبية. ما دمره ما انتهكوا العمارة الفاطمية مثل ما يقال، استوروه وأضافوه إلى عمارتهم، وبالنتيجة هو عمارة دفاعية بشكل خالص، أضافت للأجزاء الدفاعية والأجزاء المدافعة عن حرمة وأكسس للدخول المباني ودخول المدن بشكل أكبر، يعني ركزت على الجانب الدفاعي بشكل كبير. المهم، وعلى الحافة الغربية من الشارع القصرين، وهو قطاع من شارعها الرئيسي الذي سماه المؤرخون بقصبة القاهرة، يمتد من باب الفتوح في شمالها إلى باب زويلة في جنوبها. يتكون هذا الجزء الباقي من القصر الغربي الصغير من فناء أوسط، وعلى ثلاثة من جانبه إيوانات ثلاثة، ويبدو أن الرابع قد تخرب واستبدل بقاعة من انتشر بناؤه في العصر المملوكي اللي تبع العصر الأيوبي، عفوا اتبع أين بالضبط؟ اتبع العصر الأيوبي تماما. ولعل ما أضيف إلى تلك الإيوانات من زخارف جداري من الطراز المملوكي، ومن أحواض ما من الفسيفساء الرخامية المملوكية، الطراز التي أوحى بنسبتها للعصر المملوكي. شوف الكلمة رجعت من جديد، يعني رجعت الآثار الأموية تظهر هنا بوضوح. يمكن رسم صورة تقريبية في مخيلتنا من وصف الرحالة الفارسي ناصر خسرو، الذي قال إن القصر الفاطمي الشرقي الكبير في أيام الخليفة المستنصر قبل أن تحصل البلاد رياح الفتن الداخلية وانتشر القحط من بعده الجوع، وهي الفترة العاصمة التي سميت بالشدة الكبرى. كان القصر حسب الوصف يتكون من 12 بناية شامخة، كل منها في تصورنا يعد قصرا يتكون من الفناء الأوسط التقليدي وحوله الإيوانات ووحدات الجلوس والمعيشة والخدمات ومستوعبات المؤن وخزائن السلاح والنقوشات والملابس والتحف والمجوهرات وإلى ما ذلك من لوازم الملك. الفناء والإيوانات تتوسطها النافورات وقنوات وأحواض الماء والزهور، وكانت القاعات وغيرها من وحدات السكنية غنية بالآثاث الفاخر والستائر الأبسطة والسجاجيد الثمينة، وكان جدرانها مزدانة أو مزينة بالزخارف الجصية. دائما كلمة الجص ترجعنا للأمويين، دائما أكو ربط مع الأمويين هنا بشكل قوي. لكن كمواد، لا الشكل الفيما المعمارية الفاطمية تشير إنه عباسيين مطورين كثير، السامري أو السامرائي، لكن الماتيريال دائما يرجع للعصر الأموي. يمكن لسهولة البناء ويمكن لرخص أسلوب البناء، رخص المواد الداخل في أسلوب البناء. المهم، البلاطات الخزفية الفسيفساء، الأشرطة الخشبية المحفورة والمذهبة والملونة، تحيط بجدرانها الوزرات الرخامية، إلى ذلك من أنواع التحف المعمارية. المهم، العصر الفاطمي ورد وصف مرة أخرى في وثيقة صليبية كتبت على لسان الرسولين أنفودهما الملك عموري أمارليك مال لريك سنة 562 هجرية 1167 ميلادية، ليعقد باسمه مع الخليفة الفاطمي تحالفا يقضي بأن يدفع الخليفة للصليبيين مبلغ نحو 300 ألف دينار
معجلا ومثله مؤجلا، يعني 300 ألف بعد ومثل 300 ألف قبل. هذا نظير شنو؟ أنا لازم نفهم أن الفاطميين تعاونوا تعاون صريح مع المحتل الصليبي لغرض شنو؟ لغرض الدفاع، يعني لازم الفاطميين يدافعون عن مصر ضد جيوش نور الدين بن زنكي. نور الدين الزنكي يمثل الأيوبيين اللي جو حتى يحررون بلاد الشام من سلطة أو من اعتداءات متكررة ومن احتلال الصليبيين. ناو افتهموا الأيوبيين أنه سر هذا العداء أو سر هذه الهجمات المستمرة هو دعم الفاطميين، لذلك بدأوا هجومهم الشامل والأول والكبير والوحيد على مصر. اندفع مبلغ 300 ألف دينار من الخليفة للصليبيين على مود يدافعون عن مصر، يعني يقولون الصليبيين يدافعون عن مصر ضد جيوش نور الدين زنكي. لذلك دخلت مصر الحروب الصليبية بسبب تنازع الوزيرين الفاطميين شاور وضرغام عن السلطة، وساعد كل منهما بأحد الأطراف المشتركة، هذا استعان بالأيوبيين وهذا استعان بالصليبيين، أما صارت الحرب كلش كلش طاحنة. جاء في الوصف أن الرسولين دخلا القصر وسارا مع الوزير شاور معهما الحراس، حمارات طويلة وأخبية وأفني متباعدة تحيط بهما الأروقة والأساطين وأرضيتها من الرخام توسط النافورات، واجتهد بين الطرق. المهم حتى وصلا إلى الخليفة الطفل وهو العاضد آخر الفاطميين، كان جالس على عرش من الذهب المرصع بالجواهر، وهذا خلي يساعدنا يوضح لنا شنو نوع العمارة الفاطمية وشون كان طريقة حكمهم. تشبه طريقة حكم الفاطمي الأمويين بالأخير لما كان يولى الصغار على الكبار، وبالنتيجة العباسيين انتهوا نفس الشيء والعثمانيين انتهوا نفس الشيء، وهو من المسلمين أو العرب انتهوا بنفس الشيء في فترات الحكم التي توصل بالإسلامية. المهم وأن هذا هو الجامع الأزهر لعقد المدبب الفاطمي الأصلي، مثل ما تلاحظون هم ضلعين متعامدين تقريبا ليكونان تدبيب بالوسط، ثم لمن يتلاقون مع الأضلاع، هاي أضلاع مائلة، أما لما يتلاقون مع الأضلاع العمودية يتلاقون في شيء يشبه التكوير أو التدوير، طبعا هاي يتلاقون مع الدائرة، قطاع من دائرة مرسوم بنسبة صحيحة ودقيقة حل في نسب معينة تتبع الزخارف الإسلامية. هاي الصورة الأخرى لجامع الحاكم يتبين بيه تكوينه. هواية من جامع الحاكم يعود إلى تطوير البيت الإسلامي الأول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي طور إلى الجامع، لكن في إضافات إنه المحيط بشكل كامل هو عبارة عن برج دفاعي، أكو أبراج دفاعية اثنين تشبه المنائر إلى حد كبير، أو يمكن كاد أن يكون استخدام منائر. في مداخل تميز بارتفاعات درجات، يعني سهل حتى حركة المصلين، ومكان الصلاة واضح أنه مشار إلى الصحن أو المكان المغطى. هذا جامع الحاكم، ظلة القبلة من أعلى، هاي مكان الظلة شلون يبين من فوق. جامع الحاكم المئذنة الشمالية دي تشوفين بينه شكلها، أكيد بيه نسبة من الدمار، الجزء العلوي مالته موجود لأنه ما بقى نتيجة عدم وهي أشياء، لكن تم المحافظة على الجزء هذا المتبقي. هذا هو القصر الغربي الصغير اللي نقله ماكس هورتز، مثل ما يبين أكو باحة وسطية وعدة باحات فرعية وأفنية فرعية. المهم هو الجزء الشمالي الشرقي اللي هو بيه الغرف الصغيرة، والجزء الجنوبي أو جزء عفوا الشمالي الشرقي الشمالي الغربي، والجزء الشرقي اللي هو يمثل الباحات الكبرى الخليفة أو المكان
فجلوس الخليفة وباقي الأجزاء هي خدمية من الواقع. هذا هو القصر الغربي الصغير اللي يمثل باحة وسطية، والجزء الشمالي أو الجزء العلوي هو مكان السكن، والجزء السفلي هو الحدائق، والجزئين الأيسر والأيمن هما أجزاء خدمية بالكامل. داخل قصبة غرناطة الأندلس، وهذا حيورد لها لمحة بسيطة وسط بسيط في هذه القصور. يمتاز العصر الفاطمي في مصر بأنه قد تمت فيه مرحلة مهمة من مراحل تطور البيت العربي الإسلامي، ذلك في تخطيطه الرئيسي المكون من فناء الوسط والمكشوف والإيوانين اللذان على جانبيه متقابلين منه، قد تتابعت عليه خطوات من التطور حتى انتهى به الأمر إلى أن تضاءلت مساحة الفناء المكشوف، فأصبح شبه مربع لا يزيد ضلعه إلا قليلا عن ضلع كل من الإيوانين المفتوحين، وبذلك أماكن تغطية تلك المساحة بسقف، وتحولت مصر عليه بالدر قاعة، أي لم تصبح مكان مفتوح وتم تحويله إلى مكان يبدو أن هذا القاعة كانت تشتغل شتاء أو ما كانت تشتغل صيفا أو ما كانت تشتغل شتاء صيفا، للحرارة العالية بالشتاء الواحد منها سبب مع بعض. لذلك تم تضليله وتم تحويله بعدين إلى مصلحة تسميته بالدرقاع. المهم أنه تابعت حلقات التطور إلى أن صارت تلك القاعة إحدى الوحدات الرئيسية في البيت الإسلامي لذوي الدخل فوق المتوسط والأثرياء، وتظل مثل غيرها من الوحدات الأخرى على الفناء وتحيط بها، ومنها قاعة محب الدين. هو قاعة الدردير مثل ما هو واضح، الدرقعة بالنص والإيوان الأيسر والأيمن، بعدين من غطيت صارت بهذا الشكل.